لانفيتي. رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معكم حتى للثمانية باش نحكيوا على كفاءة تونسية تألقت وتحصلت على الميدالية الفضية من المركز الوطني للبحوث العالمية في فرنسا لسنة 2023. معنا مباشرة من فرنسا الباحث والدكتور محرز السريبي. مرحبا بك دكتور على إكسبريس FM. مرحبا بك، مرحبا، بارك الله فيكم على الإضافة، ومرحبا بالمستمعين يعيشك بارك الله فيك. أول حاجة مبروك الجائزة هذه، رينا برشا بارتاج على مواقع التواصل الاجتماعي للجائزة هذه، كان نحكيو عليها شوية ونزيدوا نفهموا العباد اللي قاعدين يسمعوا فينا. دونك على الميدالية الفضية هذه من المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا لسنة 2023، واللي تهتم بعديد المجالات واختصاصات، وفيها زادة عدد من العلماء زادة. Exactement, merci pour les félicitations. En fait, le médaillette, c'est un médaillet, bien sûr, les scientifiques qui sont en France, donc universitaires, chercheurs, les différents organismes. Pour que l'âme, le médaillet, le collectif, après une quinzaine de scientifiques à l'État français. يمثلوا اختصاصات مختلفة، معناتها مات، فيزيك، شيمي، ميتين، بيولوجي، كل اختصاص فما معناتها ممثل ياخذ الجائزة، والجائزة هذه العلمية تمثل معناتها جينيرالمون باحث معناتها عنده معناتها أبحاث بينت معناتها أهمية في النطاق المحلي والنطاق الانترناسيونال، معناتها بحاجات معناتها إنوفونت في البحث العلمي في ميدان محدد. بالنسبه لي انا معناتها هو ميدان العلوم معناتها الكون لي سيونس دو لونيفير دونك هذه الاختصاص العام الشامل، اما اختصاصي هو الاختصاص في الامور معناتها استشاره البعد وكل ما هو معناتها اختصاص مربوط بالتسكين ساتليت لفهم المناخ وفهم معناتها تغير المناخ بالنسبه للارض. فوالا دونك هذا الاختصاص معناتها علم الكون اللي هو علم كبير برشا دكتور، معناتها كي نحكيو عليه كاختصاص لازم فيه برشا بحوث، لازم فيه برشا معطيات كبيره برشا، دونك معناتها كنت تحكينا عليه شويه بالضبط. بالنسبه للوقت نقولوا احنا علوم الكون معناتها هي العلوم اللي تشمل، مش كونش الاختصاص نتاعي معناتها تشمل اول حاجه كل ما هو الاستروفيزيك معناتها الكون بصفة عامة، ثم تشمل كل ما هو معناتها الأرض بما فيها معناتها المحيطات والأتموسفير ومعناتها الأراضي الصلبة كما نقولوها لي سيرفاس كونتيننتال، ثم كل ما يختص بال نقولوا احنا لا تيغ سوليد معناتها لي سيزم لي فولكان وكل شيء. دونك هذه العلوم كلها تشمل علوم معناتها الكون. بالنسبة للاختصاص نتاعي دونك هو اختصاص لفهم التغيرات المناخية وفهم التغيرات بطريقة معناتها أنتروبوجينيك إتسترا عن طريق استعمال الساتليت لي توسكي إيماجري ساتليت. دونك الاختصاص نتاعي مبني على ثلاث حاجات، أول حاجة نحاول عن طريق فهم معناتها بالأخص لي دوني رادار هي الاختصاص نتاعي، فهم عدة معناتها لي معناتها باش بور ريستيتيي معناتها لي بارامتر جيوفيزيك نتاع الأرض عن طريق لي إيماجري ساتليت. والحاجه الثانيه نعمل دي انسترومون لي انسترومون سوفون معناتها قبل ما يولي ساتليت نعمل ان بروتوتيب ايروبورتي باش معناتها نفهم قبل ما نبعثوا ساتليت نفهم معناتها شنجموا نعملوا بالساتليت هذه قبل ما نبعثوها. هو هذا السؤال اللي ديما يتطرح دكتور، معناتها حتى العباد كي تسمع فما ساتليت طلعوا غيره يقول لك شنو باش نعملوا به هذا. Alors, les satellites, هما في حياتنا اليومية كلها مبنية على les satellites. معناتها ما نحكيوش على البوزيشنمون، تو سكي جي بي اس، الناس كل عنده تليفون بورتابل يستعمل جي بي اس، كل شيء. ايفيدامون لي تيليكوم، تو سكي تيليكومينيكاسيون، تو سكي معناتها ترونسبور يستعمل با مال ساتيليت، مي ثما دي ساتيليت بور تو سكي سويفي دو لونفيرونمون. ولي ساتيليت هذوما تو حاليا عندهم دور اساسي في سويفي نتاع التغير المناخي اللي هو معناتها للاسف مشكل كبير برشا. واللي ساتليت شنو يعملوا بارابور معناتها اي معناتها فهم للي صاير يصير عن طريق لوبسرفاسيون وعن طريق الموديليزاسيون معناتها ماتيماتيك. لوبسرفاسيون كان نجموش نبعثوا كل في كل بلاصه باش نقيسوا حاجه باش نفهموا شنو صار صاير.
لي ساتيليت يتبرميت معناتها باش نعملوا معناتها رؤيه على الارض كامله وبطريقه معناتها متواصله سون معناتها اتون باش يمشي واحد باش يقيس دونك هذيك معناتها فهم معناتها كامل للي صاير على الارض وان بلوس معناتها على ديوري كبيره برشا باش نفهموا معناتها لي زانومالي نتاع الكليما لي زيفينمون اكستريم سيشخاس مالوغوزمون نحكيو على الجفاف في تونس خدمنا برشا على الجفاف لانه معناتها حاجه معناتها تقلق برشا بالنسبه للتغيير المناخي وهذيك خدمناها اكثر شيء باللي ساتيليت فوالا واضح دونك يخلينا معناتها يعمل كانوا انكيت كامله وبعد كده يبعث لنا لي سينيال باش احنا نفهموا على المدى القريب او البعيد شنو ينجم يصير. للناس اللي ما تعرفش سي محرز الزريبي اللي هو دكتور وباحث ومدير لمركز دراسات الفضاء المحيط الحيوي في تولوز في جنوب فرنسا. اخر سؤال معك دكتور، ما بين الخدمه نتاعك كمدير لمركز دراسات الفضاء المحيط الحيوي ما بين لي ريغيرش نتاعك معناتها اليوم فما توفيق معناتها من تقسيم الخدمه من تغولاء الكل تابع بعضه ديجا؟ او شوف والله سؤال ما كنتش نتوقع، ما سؤال وجيه جدا لانه الخدمه نتاع معناتها اكيد انا قبل ما نولي مدير المركز نتاعي كنت باحث 100% هذيك حياتي كما نقول من البدايه للاخر، لكن وقت نكون مدير مركز بحث عندنا دور كبير برشا معناتها سي اداريا وتنظيميا اداريا وكان حاجه استراتيجي سيونتيفيك نتاع اللابوراتوار كامل معناتها احنا 140 واحد دونك انا نمثل الاستراتيجي جورغانيز لا استراتيجي سيونتيفيك دونك كي نقول لك معناتها جو في انورمون دي فور برشا مجهود باش نجم نلقى ليكيليبر، خاطر اذا كان جوست وقت الاداره هذيك ياخذ برشا برشا وقت معناتها يمكن 80% من وقتي معناتها كمدير المركز والباقي خارج وقت العمل في البحث متاعي. صحيح، وهي البحوث لهنا دكتور معناتها لازمها معناتها خدمه كبيره برشا ومسؤوليه معناتها ما يجيش من الفراغ معناتها التتويجات هذيا بالميداليات ولا البخي اللي هما زادة يزيدوكم انتم كباحثين وكدكاتره. هو اكيد معناتها لا ريكونيسونس نتاع الواحد وقت يعمل بحوث بالأخص مثلا كيما الميدالية هذه، ميدالية عبارة تمثل معناتها إن كارير كاملة معناتها مش بحث فقط. دونك أكيد ريكونيسونس معناتها تعطي برشا شحنة نتاع معناتها نتاع إرادة باش الواحد يزيد ويمشي لقدام. بالنسبة للأبحاث أكيد فما العمل، عمل الذي كان فيه معناتها عمل جبار، وفما لا باسيون أن شيرشور معناتها ليش باسيون جو بونس كي لافونس با. والحاجه الثالثه هي لا بوزيتيفيتي، انه ما الواحد ما يسلمش معناتها البحث مش ديما بوزيتيف، فما فترات صعيبه فترات كيما نقولوا سي لي زيدي معناتها هي الكوتي معناتها ايماجينير ايماجيناتيف كل شيء معناتها مش ديما متواجد، معناتها فما فترات نتاع فرحه كبيره فترات نتاع كما نقولوا برسك الواحد نتاع ان بو دانكيتود، والواحد يسمو يتعايش مع الشيء هذا كله ان طونك معناتها شيرشور. اكيد، يعطيك الصحه دكتور، بارك الله فيك الدكتور والباحث التونسي محرز الزريبي اللي تحصل على الميداليه الفضيه من المركز الوطني للبحوث العلميه في فرنسا سنه 2023. وذكروا لدكتور محرز الزريبي اللي هو زاد مدير لمركز دراسات الفضاء للمحيط الحيوي في تولوز في جنوب فرنسا. راجعين معكم شويه اخر مكملين حتى للثمانيه شويه اخر يجي بحثنا عزيز ورق.